بعد غيابه فترة طويلة عاد فريق MTM من جديد، حيث شارك بحفله في أحد المهرجانات الغنائية بمنطقة التجمع الخامس. مساء الخير، ايه الاخبار؟ معاكم MTM. مايكي تاكي محمود. احنا النهارده كان عندنا اول حفله بعد رجوع محمود المذيع النهارده، ما صدق مسك مايك. طب ومش هسيبه، عايز تذيع شويه تاكي؟ انا عايز اقول ان احنا مبسوطين جدا ان احنا رجعنا تاني نعمل حفلات، لان احلى احساس ان انت تقف على الستيج وتلاقي الناس بتغني معاك اغانيك وتتفاعل معاك وتحسسك ان انت عملت حاجه حلوه وان انت عملت اغاني الناس تفتكرها. انا عن نفسي نكسب والعب مكانه وابقى نجم تشامبيونز ليج، ميسي نفسي مني لما اتقطع في البلاي ستيشن. احنا كنا موقفين حفلات بقالنا شويه، بس ابتدينا نرجع تاني نعمل حفلات وكده. أيوة. احنا طبعا شكلنا اتغير اول حاجه، دي حاجه باينه جدا بالذات انا اكتر واحد باينه احلى بكتير. طبعا بس هو يعني بقى في حماس دلوقتي كمان اكتر من زمان على في الاغاني وكده، عشان احنا كنا بقالنا كتير موقفين. انا عندي خط بيزنس مش بتاع رنات، بقعد بالساعات اعمل مكالمات، زهقت كل شويه الناس تديني مستات. ايه ده انت خط؟ طبعا يعني. طب هات في حاجه وحشانه كده هو تاكي الكلمه. هو عايز يقول ان احنا نضجنا فنيا، يعني هي بس كلمه تقيله عليه شويه. قول نضجنا. نضجنا فنيا. نضجنا. نضجت. أنا الحمد لله. احنا دلوقتي شغالين على الالبوم بتاعنا الجديد، اوريدي عملنا اغنيتين نزلوا، تهيسنا سنيس واغسل مواعين. كل اللي شفته في حياتي كلها، ادي اللي شفته الليله دي عندها. هي مين؟ انت سوزي. انت سوزي. ومستمرين دلوقتي ان احنا بنسجل كذا اغنيه في الفتره اللي جايه، بحيث ان اول ما الالبوم يكمل ان شاء الله هينزل. بس في سينجلز بالظبط، وفي سينجلز هتنزل على الصيف ولا قبل الصيف؟ قبل رمضان ان شاء الله. ان شاء الله يعني في نفس الوقت شغالين برضو على الالبوم. شكرا. الفريق رجع يعمل بروفاته من جديد بعد عودة احد اعضائه محمود من الدنمارك، استعدادا لتكثيف نشاطاتهم الفنية خلال الفترة المقبلة.